السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في قناة المعرفة. اليوم إن شاء الله عندنا طريقة إصلاح النظارات على الشكل الآتي. هذا تكسرت من هنا، وهذه النظارة عبارة مصنوعة من كلها بلاستيك، وهذه كذلك من البلاستيك. الآن إن شاء الله سوف يتم تلحيمها، وسوف ترون طريقة التلحيم إن شاء الله. إن شاء الله يتم بواسطة هذا المبرد حيد الأثر حتى نضع قبضة اليد. إن شاء الله نحيدها من نظارات أخرى هي قديمة هذه، ثم إن شاء الله نضيفها هنا ونوريكم إن شاء الله الطريقة. الآن إن شاء الله نحيد هذه منها. يتم تسخين هذه، تسخينها هكذا أو تسخينها بواسطة أي سخان، لمو الولاعة أو، ثم وضعها بهذه الطريقة. وضعها بطريقة جيدة ومتوازنة. هما الآن تم الإصلاح ديالهم. طريقة جد سهلة، ممكن الإنسان يصلحهم في البيت. ونتمنى مشاهدينا المتتبعين الكرام ومشاهدينا الأعزاء، إذا أعجبكم هذا الفيديو أو هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك، وشكرا لكم على حسن المتابعة. بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.